متواصلين مع حضراتكم مع تواصل أشواطنا في هذا اليوم مع هذا السن الحيلي والزمول ومع هذه الأشواط المفتوحة. وهذا هو شوطنا الرابع المخصص للزمول، ونبدأ ونتعرف مع المركز الأول والمقدم الباز. الباز من يحتل المركز الأول، أو هنا تغيير من لفان من غير واحتل المركز الأول. هذه اللحظات تعود ملكية لفان لهجن الشيحانية، تضمير لفان مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يصل حيحيل يصل ويحتل المركز الثاني. تعود ملكيته لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم آل ثاني فهد بن سالم فهد بن سالم المسعود المري، من يتواصل في تضميره. نتابع وإياكم المركز الثالث، من يحتل المركز الثالث. يتراجع هنا الباز لهجن الشيحانية بتضمير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نتابع المركز الرابع، رابعا ومن يحتل المركز الرابع. يصل على المركز الرابع البصير من يحتل المركز الرابع لهجن الشيحانية تضمير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الخامس فيصل ويتسلل هنا حبشان لهجن الشيحانية، كذلك مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمس الأولى المتقدمة. نعود وإياكم إلى القيادة والريادة. قير الباز غير واحتل المركز الأول لهجن الشيحانية، تضمير ومتابعة من سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هو من يتابع كل تحركات هذا الشعار وهذا البعير كذلك. يا سلام، هذا هو الباز تعود ملكيته لهجن الشيحانية. سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع في التضمير، ولكن فحيحيل يغير من الجانب الأيمن، وكذلك يتسلل فحيحيل لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم الثاني وفهد بن سالم بن مسعود المري، يتابع في التضمير. يا سلام، الله 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 الله، أحد شبابنا كذلك المضمرين، أحد الشباب المتميزين في هذه الرياضة فهد بن سالم بن مسعود، بينما هنا على المركز الثالث يصل على المركز الثالث لفان من يحتل المركز الثالث ويسيطر على ثالث المراكز. تعود ملكية لفان لهجن الشيحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. من يتابع لفان من بداية مراحله ومن صغر سنه حتى هذه المرحلة من الأفاضل، شاهدنا هذا القعود وشاهدنا هذا البعير في سن الثنايا وفي سن الجذاع وكذلك في سن اللقاية، وله حضور مميز، ومن فينا لا يعرف هذا المسمى الجميل وهذا المسمى التاريخي. بينما هنا على المركز الرابع ومن يحتل المركز الرابع، يصل البصير على المركز الرابع لهجن الشيحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع في التضمير. أما المركز الخامس، خامسا يصل أول لدالي مشكور، تعود ملكيته لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد آل ثاني وسعيد بن محمد بن طفلة المري، يتابع في التضمير. هذه نتيجتنا، هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود وإياكم إلى فحيحيل مع المركز الأول، فحيحيل مع الصدارة. الله 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 الله، إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام يحمل رقم واحد، وهو من يريد هذا المطلب وهذا المكان الذي يرقب فيه الجميع. هذا هو الفحيحيل، فحيحيل لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم الثاني وتضمير فهد بن سالم بن مسعود المري. يا سلام، يتحرك فحيحيل، يتحرك مرة أخرى ويسيطر مشاهدينا الأفاضل ويباعد المسافة. الله الله يا فحيحيل، 1500 متر، يا من يتأخر. أرى مشكور يتحرك على المركز الثاني، مشكور تعود ملكيته لسعادة الشيخ علي بن عبد الله
بن عبد الرحمن آل ثاني وسعيد بن محمد بن طفلة المري يتابعه ويضمره، بينما هنا على المركز الثالث من يصل على المركز الثالث؟ يصل لفان لهجن الشيحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتابعه في التضمير، والمركز الرابع الباز يحتل المركز الرابع، ولكن حصل دخول من حبشان لهجن الشيحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الخامس فيتراجع الباز لهجن الشيحانية كذلك مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الله، نعود مع الكيلو متر الأخير، الأخير، يا من يريد الناموس، يا من يريد أن ينتزع هذا الناموس، ويأتي كذلك مع المراكز الخمسة الأولى. 900 متر الأخيرة، فحيحيل مسيطر، فحيحيل مع الصدارة والمقدمة، تعود ملكية فحيحيل لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم الثاني مع الشاب المتميز فهد بن سالم بن مسعود المري. ولكن شوفوا الدخول، شوفوا التسلل هنا، وكذلك أيضا الدخول من عمق الميدان من المركز الأول في هذه اللحظات. مشكور لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد آل عبد الرحمن آل ثاني وسعيد بن محمد بن طفلة. ولكن الله، اليماني مشاهدينا الكرام أتى من عمق الميدان مع الشاب المتميز كذلك المشاقب، الله اليماني لهجن الشيحانية بهذا الشعار المتميز هنا على المقدمة، اليماني. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نزف التهنية من هذا المكان إلى هذا الشعار، شعار هجن الشيحانية، ولمضمر اليماني. اليماني هو من فاز معنا بهذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، التهنية موصولة كذلك للمضمر محمد بن خالد العطية على فوز اليماني وتحقيقه بالمركز الأول بجدارة وباستحقاق. هذه مشاهدينا ومتابعينا الكرام لحظة وصول اليماني إلى خط النهاية. تهانينا والناموس المركز الثاني، يصل مشكور لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد آل عبد الرحمن آل ثاني. المركز الثالث حبشان لهجن الشيحانية، المركز الرابع الباز لهجن الشيحانية، المركز الخامس حيحيل لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم آل ثاني. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. إذن أتى اليماني في الأمتار الأخيرة ومن عمق الميدان أتى وانتزع هذا الناموس بجدارة وباستحقاق. تهانينا لهجن الشيحانية على فوز اليماني وتحقيقه بالمركز الأول. تابعوا إياكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام التوقيت الزمني مشاهدينا الأفاضل لليماني قاطع مسافة الخمسة كيلومتر في زمن وغدرة 8 دقائق و22 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية على فوز اليماني، والتهنية موصولة للمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني يصل مشكور 8 دقائق و23 ثانية و95 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مشكور. تهانينا والناموس لمالك مشكور سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد آل عبد الرحمن آل ثاني. الثانية موصولة لسعيد بن محمد بن طفلة المري. أما المركز الثالث فيصل حبشاني يقطع المسافة في زمن وغدرة 8 دقائق